المنطقة نلاحظ بعض الضغوط بأبو ظبي مع عمليات جني أرباح، لا سيما على سهم طاقة. هناك ضغوط أيضا على اتصالات. استقرار عموما في القطاع البنكي بدبي، نشهد أداء إيجابي لجي اف اتش للاتحاد العقارية. هناك أيضا دعم على سهم أرابتك وعمليات شراء. بالكويت نرتفع بشكل طفيف، ولكن كويت 15 في مكاسب بعشر النقطة المئوية وتوقعات بتحسن المعنويات أكثر في سوق الكويت، وحالة من الارتفاع أيضا بسوق مسقط. إلى مصر، حيث أبقت وكالة موديز الائتمانية على تصنيف مصر عند بي 3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن التصنيف يتلائم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر، وأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس الرؤية بأن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف تأتي متوازنة. أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع للجنة السياسية خاصة بالسياسة النقدية نهاية الأسبوع الماضي. ورفع البنك أسعار الفائدة 7 نقاط مئوية منذ نوفمبر الماضي بإطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، وهو يهدف إلى تعزيز الاقتصاد. وأبقى البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75%. كذلك أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75% بما يتماشى مع التوقعات. في حركة البورصة المصرية نشهد طبعا بعض الانعكاس الإيجابي للتأثير الذي قد يكون إيجابي وبشكل مؤقت على تثبيت سعر الفائدة على السوق. ارتفاعات للسبعين بربع النقطة المئوية، نحن دون 700 نقطة بتراجع طفيف بنقطتين، والثلاثين متراجع بثلاثة عشر نقطة مئوية عند 13,080 نقطة. الأسهم بالقطاع المالي نتابعها. التجاري الدولي بهذه الأثناء يتراجع بستة عشر. نلاحظ ضغوط على إرماس على بلتون وبايونيز القلعة على استقرار. ضمن الأسهم القيادية لدينا خبر من الإسكندرية للزيوت المعدنية التي تحدثت عن إقرار لزيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية. إقرار زيادة رأس المال إلى 1,290,000,000 جنيه، وزيادة أو إصدار أسهم منحة بعدد إجمالي 430,500,000 سهم. السهم حاليا يرتفع ب 13%. سويدي إلكتريك على تراجع. أيضا ضغوط على قياديات كرعلبرية للإسمنت وسيدي كرير للبتروكيميكالز تراجع ب 17، والنسجون الشرقيون على استقرار. الأكثر نشاطا بالحجم حاليا في البورصة المصرية بورتو جروب والقلعة، ولكن ضمن اتجاه عرضي يهيمن عموما على الكثير من الأسهم. أورسكوم للاتصالات يأتي مرتفعا. لدينا عامر القابضة على تراجع والمتحدة للشحن على هذه القائمة. سريعا بالقطاع العقاري نلاحظ ارتفاعات لأعمال التنمية وطلعت مصطفى، وفي أسهم الاتصالات أخيرا لدينا إيجابية على أسهم أورسكوم للإعلام والاتصالات، ولدينا تراجعات على المصرية للاتصالات. الآن نعود إلى روبير.